وبشأن طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بكم. تصريح لروحاني يقول إن الولايات المتحدة ليس باستطاعتها منع صادرات النفط الإيراني، وإذا فعلت ذلك على لسان روحاني سترى النتيجة بنفسها. كيف تفسر هذا التصريح؟ إلى أي مدى هل يمكن أن يكون مواجهة عسكرية بين الطرفين سيد محمد؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا هذا التصريح جاء على ما يريده ويخطط له ترامب. الإدارة الأمريكية تخطط لمواجهة مباشرة مع النظام الإيراني، وهذا التهديد اللي أصدر من الرئيس الإيراني يعني إغلاق مضيق باب السلام بين القوسين هرمز، وأي إغلاق لهذا المضيق الولايات المتحدة أعلنت أنه سيستوجب ردا عسكريا مباشرا. الإدارة الأمريكية تبحث عن تصعيد في الملف الإيراني بأي شكل من الأشكال على أي مستوى من المستويات. فالآن في الواقع إيران تقول أنه إذا لم يتم السماح لإيران بتصدير نفطها فلا يعني تصدير النفط من باقي الدول المنطقة، يعني لا مجال له. ف يعني إيران وقعت في زاوية ضيقة جدا، لا تستطيع تسترجع أو ترجع إلى الخلف، ولا تستطيع أن تستقدم إلى الأمام. ف يعني ترامب يحاول أن يضع إيران في زاوية أو في موقعية الاستسلام فقط، وإن رفضت الاستسلام هناك مواجهة. المواجهة طبعا لها مستويات، لها أشكال مختلفة، ولا يمكن الحديث يعني خلنا نقول. سيد محمد، على ذكر المواجهة، يعني تطرقت إلى موضوع مهم جدا. تعتقد أن طهران تهدد واشنطن يعني عينها هي بالذات، أم أنها تهدد الدول المتعاونة في المنطقة، أي دول الخليج تحديدا؟ يعني بعد أن رفضت باكستان أن تكون مستضيفة لغرفة موك ضد إيران كما حصل في الأردن مع سوريا، الآن الولايات المتحدة تعول على دول أخرى ومنها المملكة العربية السعودية لتحجيم الدور الإيراني في الإقليم. فأي مواجهة أو أي تهديد ضد السعودية هو أيضا سيكون له ردة فعل أمريكية، لأن الولايات المتحدة وحتى اليوم أمس تحديدا أمس أو مساء أمس الرئيس الأمريكي صرح بأنه الولايات المتحدة متعهدة بضمان الاستقرار في منطقة الخليج وحلفائها في المنطقة. فيعني أي تصعيد إيراني سيقابل بتصعيد أمريكي أشد وأقوى، لأنه أصلا لأول مرة منذ عام 1979 الولايات المتحدة بشكل حقيقي وواقعي تبحث عن تصعيد ضد إيران وعن تغيير السلوك الإيراني. خلال السنوات الأربعين الماضية الولايات المتحدة كانت يعني الدور الإيراني كان في صالح الولايات المتحدة، الآن الولايات المتحدة تريد دورا جديدا من إيران، والنظام الحالي لا يمكنه تنفيذ هذا الدور. الولايات المتحدة تبحث عن نظام جديد في إيران ينفذ أجندة أمريكية وفق رؤية جديدة، وليس الرؤية السائدة التي كان الجميع يعرفها، الرؤية التقليدية التي تقول بأنه الولايات المتحدة تريد توظيف الدور الإيراني لانتزاع امتيازات من المنطقة العربية من دول الخليج ويعني بعبوع إيران. هذا الموضوع انتهى، هناك أدوار أخرى سترسم للمنطقة خلال السنوات القادمة، وتحديدا نقطة الصراع ستكون إيران كما كانت خلال السنوات الماضية العراق وسوريا، والآن تنتقل هذه النار إلى داخل الأراضي الإيرانية. نظام الملالي زرع الريح في العراق وسوريا وسيحصد عواصف داخل أراضيه. هذا هو اللي يعني المشهد اللي نحن نستطيع أن نستقرئه من التصعيد اللي نراه. سيد محمد، تعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيدعم واشنطن والرياض، خاصة أن السيدة مريم رجوي عقدت مؤتمرا مؤخرا في باريس، ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من ذلك؟ يعني خلنا نقول الاتحاد الأوروبي أصبح مشرذما، يعني فرنسا لها موقف، بريطانيا لها موقف آخر، وألمانيا لها موقف ثالث، وأخيرا إيطاليا لها موقف رابع. فالاتحاد الأوروبي سيكون أضعف حلقة في هذا الصراع بمعنى التأثير،
لأنه لا توجد رؤية موحدة من قبل هذا الاتحاد. فرنسا تتجه تدريجيا باتجاه الموقف الأمريكي، بريطانيا أصلا هي خرجت من الاتحاد الأوروبي، والآن مفاوضات مستمرة بين لندن وواشنطن لعقد صفقة استراتيجية بين البلدين، فبريطانيا أيضا ذاهبة في القمر الأمريكي بشكل وآخر. فالموقف الأوروبي لا يمكن التعويل عليه، كما نراه الآن في الاتفاق النووي. مضى أكثر ما يقارب شهرين من انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي، وأوروبا تتوعد بأنه ستحافظ على الاتفاق النووي، لكنه ماذا يحصل على الواقع؟ طيب سيد محمد، إذا كنت لا تعول على الموقف الأوروبي، هل تعول على الاحتجاجات التي تحدث في مدن إيرانية بين الفينة والأخرى؟ يعني الاحتجاجات هي جزء من الصراع، بمعنى أنه الولايات المتحدة وأي دولة أخرى أو أي قوى أخرى تريد أن تضغط على إيران أكيد ستراهن على البيت الداخلي الإيراني، الذي إيران تعاني من أزمة خانقة اقتصادية، فضلا عن سوء أداء الاجتماعي والثقافي والسياسي للنظام الإيراني، وما يعني سيتم الاستثمار أكثر مما هو عليه الآن. وما نشهده الآن في إيران هي حركات شعبية دون أن يتم قيادتها أو يتم دعمها، يعني حتى اللحظة لا يوجد دعم حقيقي للشعب الإيراني أو الشعوب غير الفارسية المنتفضة في إيران من قبل أي جهة، لا أقليمية ولا دولية. وأكيد أن هناك خطط لدعم هذه المعارضة للضغط في أدنى تقدير على النظام الإيراني، إن لم يكن تغييرا للنظام الذي أنا أرى الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه تغيير النظام الإيراني. نعم سيد محمد من لندن، المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.